محمد المنتقد من ولد أذنان وعلى إترته الطاهرين وصحبه الأكرمين ما اتفق الفرقدان واختلف الجديدان مولاي صاحب الجلالة أمير المؤمنين أتشرف بإلقاء هذا الدرس بعد إذنكم متحدثا عن بعض الأبعاد الروحية والثقافية للعلاقات المغربية النيجيرية انطلاقا من قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فالمغرب تجمعه مع نيجيريا وشائج إيمانية وأواصر إنسانية عميقة الغور وممتدة الجذور تحتاج إلى حشر فريق من الباحثين المتخصصين في ميادين المعرفة المختلفة لإنصافها